عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة لي ساكنة. اليوم كنقترح عليكم كلاص بثلاثة الأشكال المختلفة كيفما كتشوفوا معايا. نتمنى أنه يعجبكم وتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تستافدوا من جميع المراحل. وإلا عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، شاركوني اقتراحاتكم وآراءكم. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال الكلاص غادي نحتاجو لي نص إترو ديال الحليب، علبة ديال النيسلي، وغادي نحتاجو ساشي ديال كريم شونتيي. غادي ناخدو نص إترو ديال الحليب، غادي نزيدو عليه نزيدو عليه علبة ديال كريم شونتيي، فهي بصراحة كتخدم مع ربع إتر ديال الحليب، حنايا غادي نخدموها مع نص إترو، وغتخرج لينا كمية مزيانة معقولة. غادي نطربو الكل بالطراب حتى كيطلع لينا الكريم ديالنا ونطلقا. هنايا ضفت القليل من الحليب مركز المحلى، او ليلى ما عندكمش تقدروا تستعملوا حليب بوليسيما المركز كيكون مسكوك. صافي وغادي نطرب الكل. فبالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم. هنايا بعد ما طلعت الكريمه ديالتي قسمتها على ثلاثه اقسام. الجزء الاول غادي ناخذو، غادي نضيف له فيلوتي ديال الفريز، غادي نضيف له جوج معالق ديال المربى ديال الفريز. تقدو تعوضوها ب الا كان عندكم الفرومبواز اولا الفريز تقدو تعوضوهم به. انا ما متوفرش عندي، داكشي علاش عوضت ب المربى ديال الفريز. غادي نضيف راس المعلقه ديال النكهه ديال الفريز اولا الفرومبواز، وغادي نخلط الكل باش يعطينا اللون وكذلك النكهه. بعد ما كنكملوا الشكل الاول غادي ناخذوا البواطه ديالتنا، غادي نوضعوا السلوفان صافي، وغادي نسطو عليها وغادي ندخلوها المجمد. هنايا خديت الجزء الثاني، ضفت ليه ياورت ديال الشوكولاط، وغادي نوضع فيه فلون ديال الشوكولاطه غير ساشيه صغيره. غادي ندير قليل من النكهه ديال الشوكولاطه وغادي نطرب الكل صافي. بعد ما تنخلطو غادي نزيدو عليه بيبي شوكولا. صافي غادي نوضعو حتى هو في بواطه، وغادي نغطيو بالسلوفان وندخلو المجمد. بالنسبه لهذا الجزء الثالث والاخير غادي نستعملو فيه جوج ياغورت كراميل. غادي نضيف عليه كذلك فلون ديال الكراميل. وغادي نطرب الكل حتى كيندمجوا ليا مع بعض صافي.
بعد ما تنخلطوا الكل غادي ناخذ شويه ديال الجوز اولا الكركاع اللي كنحمروه شويه في الفران من قبل، وغادي نخلط الكل. صافي دابا غادي نسدو البواطه ديالتنا وغادي ندخلوها للمجمد حتى تجمد ليله كامله ونتلاقاو في الغد ليه ان شاء الله. بعد ما كدوز ليله كامله وكيتجمد لينا الكلاص ديالنا غادي ناخذو وغادي نوضعو بحال هكا في كويسات غادي نزينو بحال هكايا بصلصة ديال الشوكولاتة اللي سبق ليا وخدمتها معاكم. غادي نزيدو نزينو بالشوكولاتة على حسب الذوق. صافي كان هذا هو الكلاص ديال الشوكولاته. دابا غادي ندوزو ديال الفخيز. دابا غادي ناخذ الصلصه ديالتي ديال الفخيز صافي. وكان هذا هو الشكل الثاني ديال الفخيز. دابا غادي ناخذ الكلاص ديالنا الثالث اللي بقى لينا اللي هو الاخر ديال الكراميل. بعد ما نوضعو الكلاص ديالنا غادي نزينوه بالجوز اولا بالكركاع على حسب الذوق. صافي غادي نوضعو الصلصه ديالتنا. بالنسبه للصوص راه سبق ليا وخدمته معاكم، غادي نتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاصات ديالنا اللي خدمت معكم ثلاثه، الشكل الاولاني ديال الكراميل والشكل الثاني ديال اللي خدمنا بالفخيز والشكل الثالث ديال الشوكولا. عن جد كيجيو رائعين وكيجيو لذاذين بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديروا جاب وما تنساوش دعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر من ديلي السكينه.